جادلهم بالتي هي أحسن وشاركهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. يلا يا ولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى اي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة أدوات مدرسية جنبنا هنا وأنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الأطفال دول، هم المستقبل. عم إبراهيم، عم إبراهيم أهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك في أخوك وفي كل اللي ماتوا، ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا. بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. ادينا بنحاول اهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومة عن الحادثة. القضية اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومة بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب بأجر يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجه تخفيف العماله. ولما العماله اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحله اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول يا باشا. سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطة أصلا. حتى عم إبراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ إبراهيم. إبراهيم إسحاق يوحنا. إيه؟ إيه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ إبراهيم، يعني عم إبراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا القرآن من أكتر من 30 سنة، وكل الناس اللي هنا بيبعتولي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني انت بنتك راحت على إيد الإرهابيين اللي بيدعوا الإسلام وانت أديك قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ اه كان معاهم. هو الوحيد اللي ما ماتش فيهم. اه راجل مؤمن قوي قوي. اه الإرهاب ما بيفرقش يا أستاذ هلال، ودي مش أول حادثة تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل تخيل الحزن لما دخل كل بيت، كل بيت فيه ابن أو بنت أو حد من قرايبهم كان راكب الأتوبيس ومرجعش. ولاد الكلب، ولاد الكلب. لو شفت الغل اللي في عينيهم يا أستاذ هلال وهم هاجمين على الأتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الأول وفي الآخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين
وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي. ملعوبة. واضح ان الاخوه الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيره محتاجه علاج. المهم تكافئوا انتوا الطلبيه دي علشان الياد ما بتروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. هيكون جو خزينة امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد عندنا 7 رجالة وصحتهم حديد. خلاص تمام اكلمك. بلغ سلامي للاخوة في سينا. وده كده الحشو بتاعنا. اسعى رؤوف، عارف يا دراز الشرطة دلوقتي ما بقتش في خدمة الشعب، الشرطة دلوقتي في حضن الشعب. اصحى رؤوف، اصحى اصحى، قوم نام شوية ارتاح لك جوه، نام قوم ارتاح شوية، قوم نام على السرير جوه. صباح الخير يا جدو. ايه ده انت اتحجبتي؟ اصل انا اتفرجت على درس دين عن الحجاب بصراحه كده خفت من اللي اتقال فقررت اتحجب. انا كمان كنت بتفرج معاها على نفس الدرس ده، خفت من الشيخ لدرجه ان انا كمان فكرت اتحجب. انا مش متضايق من اللي انت لابساه، انا متضايق من كلمه خفت اللي انت قلتيها. اللبس ده المفروض يقربك من ربنا مش عشان خايفة من واحد شيخ. اسمه ايه الشيخ ده عزيز؟ والله ما اعرف، افتح اللابتوب هتلاقي الدرس زي ما هو. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا غلط ويكثر من الخطأ. خطأ بس يغلط ويتمادى في خطأه ما يتوبش ما يرجعش، لا يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب. سيد نوح، رؤوف رؤوف، اصحى اصحى. ايه انت مش قلت لي اريح شويه وبعدين؟ ما انت نايم بقالك مده. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. قوم. ايه حاجتي ايه؟ سيدنا واستكر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بتهيألي ده اللي كانت تقصده مريم. هايل 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 هايل. ننام بقى وبعدين ننام ايه؟ احنا لازم نروح للسيد دلوقتي. ننام ساعة، ننام ساعة واحدة وبعدين نصحى نروح بقى زي ما انت. مفيش صحيات، انت هتبقى المجموعة اتقبض عليها ومين اللي هرب؟ بلغوا ان العملية اتلغت، مش هعرف اعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي انت فيه بأسرع وقت حالا. انا لازم اتصل باخويا مؤمن، عايز اطمن عليه.
يمكن يكون هو اللي هرب. وهجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش، انا لازم اتصرف في التليفون. انت اتجننت؟ التليفونات ممنوعه علينا، احنا هنا في جهاد مش في رحله. اخوك لو حصل له حاجه هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا، امرني. الامر لله. عاطف مدير مركز شباب اطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي، مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي اتقطعوا من غير شفقه ولا رحمه. 20 شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثه الاتوبيس اللي حصلت سنه 2004، والشباب اللي انت تاجرت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثه. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها راي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعونا احنا. انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف، هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا، هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم. علي الطلاق ليولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما اهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي. عموما يا ست انا هسيبك براحتك، مش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايزني اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل، بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحب. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم من زيزو بقى. أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي انت قلتيه، بس دي اهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، رضا، اوعى يا رضا، يا رضا اقفل الموبايل. وهتعمل ايه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهله خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق، وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ في بلاغ متقدم من نجلاء عبد الرحيم فهمي بتتهمك فيه بتورطك في قضيه لبيع الاعضاء البشريه.
والأوراق اللي عندي بتقول إنك كنت بتستغل فقر بعض الناس الغلابة وتمضيهم على تنازلات لبيع أعضائهم، وطبعاً الحالات دي معظمها كان بيتوفى بعد العمليات اللي بتحصل لهم. وبعد فترة تم القبض على كل المتورطين في المستشفى دي بتهمة تجارة الأعضاء البشرية. وظن حضرتك محامية وعارفة التنازلات اللي كنت بتعمليها دي عقوبتها إيه في القانون؟ طبعاً يا فندم، أنا قانونية وعلى دراية بالقانون، بس الحقيقة البلاغ المتقدم من المدعوة نجلة ده بيسمى في القانون بلاغ كيدي زي ما حضرتك عارف، لأن الأوراق اللي قدام حضرتك دي متلفقة وأكيد مزورة. وإيه اللي يخلي نجلاء تقدم فيكي بلاغ كيدي؟ أنا محامية وليا اسمي وسمعتي، والغرض من البلاغ ده التشكيك فيا والتشهير بيا وبسمعتي، ده لأني سبق وتقدمت ببلاغ ضدها وضد شريكها المدعو عامر. ومين شريكها عامر ده؟ ده يا فندم واحد كان بيهددني وبيطالبني بمبلغ مال كبير، نظير اني ما كشفش الفساد اللي انا بتهمه بيه، وكمان عشان ما افضحهمش وافضح بلاويهم السودا. وهددوني هو ونجلة ان هما هيفضحوني وهيشهروا بيا عن طريق الاوراق اللي قدام حضرتك دي. والدليل على كلامي يا فندم رساله نصيه جايه من تليفونه على تليفوني برقم حسابه في البنك عشان احوله عليه فلوس. وليه ما بلغتيش يا استاذه غاده؟ مين قال كده؟ أنا بالفعل تقدمت ببلاغ للرقابة الإدارية، وتم إصدار أمر بالضبط والإحضار لكل اللي أنا اتهمتهم، ومن ضمنهم نجلة وعامر. أظن كده أنا وضحت الصورة لحضرتك، وبتهيألي دلوقتي من حقي إني أطالبهم بالتعويض نظير التشهير باسمي وسمعتي. إيه ده؟ في إيه؟ اتفضل معانا. على فين؟ الرقابة الإدارية. نزل إيدك، نزل إيدك. يعني ايه مقبوض عليا؟ انا ما عملتش اي حاجه عشان اجي معاكوا في حته. ارجوك يا مدام اتفضلي معانا في هدوء ومن غير شوشره، وهتعرفي كل حاجه بعد كده. جمال بيه. ايوه نعم. عندي اوامر بالقبض عليك. اوامر من مين؟ الرقابه الاداريه. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم جمال الصياد. عارفين كل حاجه يا فندم، يا ريت تفضلوا معايا ومن غير شوشره. نزل ايدك دي، نزل ايدك. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ استاذ جمال متهم لاستغلال منصبه والتربح من خلاله، ومعايا امر ضبط واحضار من الرقابه الاداريه. ما صدقهمش يا فندم، انا طول عمري في خدمتك. معقول يا جمال؟ انت بتخون الثقه اللي انا اديتها لك يا فندم. انا انت تسكت خالص. اتفضل نفذ الامر اللي معاك. تحت امر معاليك. ايه يا فندم؟ يا فندم حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعه يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفوله ومش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج بره البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له انه لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جراله حاجة مش هسيبكم. دي اعترافات العيال يا فندم اللي طبط عليهم بتوع الخلايا الإرهابية، بيتبلغوا التعليمات من أبو مصعب يعملوا تفجير كنيسة وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنة في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما إن هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الأجهزة اللي معاهم؟ يا فندم طبعاً، ودي لستة بأرقام التليفونات ومدة كل مكالمة والجهة اللي اتصلوا بيها. ده في خلال اعمل تحرياتك عنهم. تمام. وأي واحد مشتبه فيه انضمام الخلية يتقبض عليه فوراً. أوامر يا فندم أوامر. إزيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه.
خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطفه؟ تسمح لك كلام سعادتك؟ شكرا. استاذ هلال، سيد نوح اتصل بيا وهددني. انت فين دلوقتي يا استاذ هلال؟ الو، ايوه يا مؤمن، انت كويس؟ هيبقى كويس لو قلت لنا مكانكم فين بالظبط. ها، عرفت بيتكلم منين؟ للاسف يا باشا ما لحقتش. طب هات لي بيانات الخط بسرعه، وفي اسرع وقت تعرف لي مكان المكالمه من شركه المحمول. تمام يا باشا. انجز. زيزو لازم يرجع، الولد ملوش دعوه بحاجه. اهدى يا استاذ هلال، احنا مش ساكتين. اوعدك زيزو هيكون معاه خلال ساعات. في قوه امنيه متجهه دلوقتي لسيد نوح وهيتجاب من اي حته هو موجود فيها. وزعنا نشرب اوصافه على اللجان والاقسام وكل حته انه مطلوب القبض عليها. هات لي الواد اللي اسمه طه من بره، القنصل اعتمده في الطلبيه الجديده. حاضر يا دكتور. هو حد من العيال اللي معاه بره يحس بحاجه؟ لا ما تقلقش، هفهمهم ان انا رجعته بلدهم عشان شغله ما عجبناش لحد ما يجي الدور عليهم. انت يا عم جلال، مفيش حد في المخروبه دي ولا ايه؟ يا راجل انت عامل دوشه كده ليه؟ عاوز تليفوني. جلال قال لي هيشحنوني وما جابوش لحد دلو. لما يجي يقول ايه في ايه؟ ايه يا عم جلال، انا قلت اني سبت لك التليفون، لازم اتصل بالبيت عندي. خدوا الواد ده كتفوه وربطوه مع الواد اللي جوه. يكتفوا بيه؟ على اليمين ده انا هقتلك وادفنك مطرح. اوعى يا رئيس جلال، عيب كده. ايه يا عم؟ تسمع عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايه يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ أنا القشاية. لو قلت لي بقى أبو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي أنتوا خطفتوه وديتوه فين؟ أوعدك موقفك في القضية دي هيتغير خالص. وهتبقى ده واحدة مني يا مؤمن. وأنت من إمتى كان ليكم وعود؟ دلوقتي دلوقتي. حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجة، أنت اللي هتدفع الفاتورة. أنا مش هستنى حد. هتدفعها. أستاذ هلال. يا نهار أسود. أستاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده، من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ اضحك اضحك. ايوه كده، اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طه. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده، اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا
غير وزيزو معايا. عايزين مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغ الحكومة. اخرس يلا، وانا مش سبق وقلت لك الف مره اهلا قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم. انهي حكومه؟ الحكومه اللي وقفلنا بره محصرانا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. لكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيتك من الدم برضو الدم عندي مباح. هسمعك صوت حفيدك لآخر مرة في عمرك.
هتفضل تتحسر عليه وعلى اللحظة دي طول عمرك. معاك المرحوم زيزو. ما تخافش حبيبي. اهدى يا هلو. اهدى. حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. انت بتعرف ان دي اول مرة اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص. بعدين ده انت اللي معلمنا ان ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هلو. اوعدك حبيبي. وفي حاجة عايز اقولها لك اول مرة اقولها. انا بحبك قوي يا هلو. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو! وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. طب يا دكتور للاسف الرصاصه جات له في مكان خطر جدا وتسببت له في نزيف داخلي ودخل في غيبوبه. يعني ايه؟ انا هكون صريح مع حضرتك، هو حاليا عايش على اجهزه. تقصد تقول ان ابني هيموت؟ عايز ابني مش هيموت. اهدي يا غالي. اهدي يا حبيبتي. اهدي. مالكش دعوه بيا. انت السبب عشان تكون فاهم. ابني مش هيموت. عايز بعد التحقيق مع سيد نوح، هو قال ان الشخص الوحيد اللي هو يعرفه هو ابو مصعب، لكن مين اللي بعده في الترتيب هو فعلا ما يعرفش. اما عاطف بقى، عاطف الحقيقه قال على كل حاجه، اعترف بكل حاجه، وقال انه اثناء حادثه الاتوبيس كانوا بياخدوا توجيهاتهم من واحد اجنبي. اجنبي؟ اه. حاولت اعرف جنسيته الحقيقه يا فندم، بس ما استفدتش باي حاجه، ما استفدتش منه باي حاجه، وسيد نوح انكر تماما معرفته بالاجنبي ده.
أبو مصعب ما وصلتوش معايا حاجة؟ أبو مصعب الحقيقة تصور حضرتك رافض إنه يتكلم تماما. طبعا ده المتوقع منه. أنت عايز واحد قام بكم العمليات الإرهابية دي هو وجماعته ويتكلم بسهولة؟ رؤوف، إحنا لو عرفنا مين اللي قرب أبو مصعب يبقى جبنا القضية دي من آخرها. يا فندم سعادتك، أبو مصعب ده أنا هخليه يقول كل حاجة من ساعة ما كان عمره سنة واحدة. المهم بالنسبة لهلال مفيش جديد؟ الحقيقة حالة الحزن اللي هو فيها أنا عندي إحساس إنها مطولة يا فندم، إلا إذا حالة زيزو تحسنت، لأنه هو بشكل ما عنده إحساس إن هو السبب في اللي حصل لعفيده. بس هلال عارف خطورة الحرب اللي هو داخلها مع الناس دي. حرب مش سهلة، والناس دي ما تعرفش لغة الدم، خصوصا إن هلال كان اتعرض للقتل قبل كده. بس هو ما جاش في باله ابدا انه حفيده يتاخد بذنبه هو. بس حضرتك ما تعرفش حفيده ده بالنسبه له ايه. يا رؤوف انت نسيت ان اعرف هلال من سنين طويله، بس انا متاكد ان هلال هيخرج من المحنه دي بسرعه، مش هلال اللي يستسلم بسهوله. استاذ هلال انت انقذت ناس كتير جدا بوقوفك ضد الفساد، وده كان اختيارك، وأكيد اللي حصل لزيزو ده مش بيتحد، بس مش المفروض أبداً إنه يوقفك عن اللي أنت وصلت له. زيزو هيقوم بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. أما الكتاب فخلاص ما بقاش فيه أواضي تاني. أنا من رأيي إن إحنا نرجع نشتغل زي زمان، الجورنال محتاجك أوي يا هلال. أستاذ هلال أنا اكتشفت إن أنت بتمد كل اللي حواليك بطاقة بما فيهم أنا طبعاً، ومش معنى أنه الكتاب خلاص إن ده يخليك تتراجع عن اللي أنت وصلت له. مريم رياض إلى عصابة عز. مش في دعاية ولا علاج، المستشفيات مليانة إهمال. والتعليم بقى بيزنس، والمناهج اتحرفت عشان يخربوا عقول ولادنا. مسؤول عن انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب. ومين اللي قتل مريم رياض لما حاولت تفضحها؟
تكتب عنهم. السلاح اللي دخل الارهابيين عشان يقتلوا بيه ولادنا، مين اللي سهل لهم دخوله؟ ايا كان هو مين هيتحاسب. Anastasia, for understanding the situation. I really need Mado to be with me now more than ever. And also his grandfather will be very happy to see him again. Okay, I will finish his travel procedures in the coming days. Thank you. Thank you very much. وحشتني يا زيزو، وحشتني الدوشة بتاعت المزيكا بتاعتك. قوم وعلي المزيكا على الآخر ولا يهم. أنا آسف يا هدى، كان ليكي حق لما قلت ان عادته معايا خطر. لا يا بابا، انا اللي اسفه. سامحني، انا السبب في كل ده مش انت. احلى ايام عاشها زيزو كانت معاك. انا عماله احاول افتكر لي اي موقف حلو معايا، مش لاقيه. صح، ربنا بيعاقبني على اللي عملته معاه هو واخته، وعلى اللي عملته معاك انت كمان يا بابا. ادعي له يا غاده، ادعي له. دعوه الامه مستجابه. كنتش اعرف ان وجود الاستاذ هلال هو اللي مدي للجورنال الحيويه اللي كانت فيه. ما هو اللي حصل ما كانش سهل برضه يا زكي، ما تنساش ان هو كان متعلق بزيزو جدا. بس تعرفي ايه الحاجه الوحيده اللي بتخليني ان انا اجي الجورنال؟ يعني هي انتي. انتي بتشحنيني طاقه، بتخليني كده. طب خلاص، ما دام مفيش شغل يبقى مفيش مرتب. ما دام البيه سايب اللي انا طلبته منه عمال يرغي، روح يا استاذ خد الصور اللي انا قلت لك عليها. انا بس كنت بسال نوريان على شاحن كاميرا سن رفيع. ولقيته؟ لا. طب لو ما اختفتش من قدام وشي في ظرف 3 ثواني انا هخصم لك 3 ايام. لو استاذ دراس سائل عليا بيقول له ان ده 3 ثواني خلصوا يا زكي. خف الدم ومعديه. أما أنا بقى يا حبيبتي هنسيك الدنيا كلها حالاً يا روحي. بجد يا أبونا؟ بجد يا روحي، بجد بجد بجد. أنا هوريك حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده أبداً. تعرف أنا دايماً بقرا عن ليلة الدخلة بس عمري ما عشتها. لا 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 تقري إيه؟ أنت هتشوفي الواقع دلوقتي يا روحي. بجد يا أبونا؟ طب أنت عايزني ألبس لك إيه؟ القميص الأصفر؟ أهو. ايوه ايوه ايوه، كل الالوان كل الالوان كل الالوان كل الالوان يا روحي. يلا يلا خشي. لا ما تردش. لحظه بس، لحظه. لا 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 ما تردش حبيبتي، اصل انا لازم ارد ارجوك. لا انت لو رديت يا رؤوف انا هعمل مشكله وهسيب البيت وامشي. على الطلاق، ما انا راضت اهو. يلا يلا. انا كلمت انستازيا النهارده
قلت لها تبعت لي ماضي ويقضي اجازته معانا. الغريبه بقى انها وافقت المره دي. وايه اللي خلاها تغير رايها كده؟ ارتبطت بواحد زميلها وهتجوزه قريب. ارتبطت بزميلها؟ اكيد امه داعي عليه. خليك انت. عبسابور! عبسابور! في حاجة يا جدو؟ لا مفيش. خير يا أستاذ هلال، في إيه خير؟ في حد غريب دخل العمارة دي بالليل؟ والله يا أستاذ ما خدت في بالي، أصل كنت نايم جتيل. في سنة 2009 كنت عايزة أرجع تاني للأضواء زي الأول. قلت أفكر زي ناس كتير. بدأت أعمل حفلات في بيتي وبقى يحضرها أصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامة. وفي حفلة من الحفلات حضرت صاحبتي ألف فيه ومعاها جوزها الوزير بهنو. كانت زوجة تانية له بعد ما طلقها من جوزها بالعافية وتجوزها هو. وكانت بتحكي لي إن معالي ورطها في صفقات مشبوهة. وفي يوم جت لي الشقة. في ايه؟ حصل جديد؟ كلمني في الموضوع تاني. قال ايه الراجل الكبير طالبك بالاسم؟ والله العظيم ما في حد حيشني عنه الا انتي. انا لو عليا افضحه قدام العالم. انتي فعلا ممكن تفضحيه قدام العالم كله. ازاي؟ بصي انا معايا سيديهات وشرايط، تقدر تفضح سياده الوزير جوزي والراجل الكبير وشخصيات مهمه كمان. شيليهم عندك او تأمنيني وتأمني نفسك. الورق ده يثبت تورط بعض الشخصيات السياسية في احتكار وشراء شركات كبيرة من الباطن، وسيطروا على أكتر من قناة وجريدة خاصة عشان يقدروا يسيطروا على البلد كلها. واختفت صاحبتي بعدها لمدة شهر، وفي يوم لقيتها جايالي وهي مفزوحة وقالت لي إن جوزها كان حبسها في فيلا الساحل وقدرت تهرب منه بالعافية وجايالي عشان أخبيها في شقتي. فاجئت بالحارس الخاص بالوزير بيقتحم شقتي. اتفضلي معانا يا هانم. غور من هنا، انا مش هاجي مع حد. انت ازاي تدخل بيتي بالشكل ده؟ اطلع بره بدل ما اطلب لك البوليس. بالراحة، هي كده كده هتيجي من غير عنف. هي بقت كده يا سيادة الوزير؟ البلطجة على عينك. طب اسمعي بقى، لو هي قالت لك أي حاجة أحسن لك ما تقوليهاش. هاتي مريم. بس مش يا مريم هيموتوني. أول مرة أحس بالعجز كده، ما كنتش قادرة أعمل لها حاجة. كانت بتستنجد بيا من جوزها. قتلها هو والحارس بتاعه. ما تخافيش يا منى، انا هطلع ان شاء الله. اوعى تصدقي اي كلام بتقالك عني، انا ما عملتش اي حاجه غلط. انت عارفه بابا كان راجل ناجح واعداء نجاح كتير، كل ده كان شغل. مجوزك من نجله؟ برضه نجله شغل. المهم اخوكي فاق لسه؟ طمني يا بدر،
انا هطلب التأجيل لغايه ما الاقي اي ثغره قانونيه. تأجيل؟ انا هفضل مرميه الرميه دي؟ انا عايز اخرج من هنا. وبعدين انت مش خدت الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها؟ المساله مش مساله فلوس، القضيه صعبه جدا. انا عايزك بس تهدي. انا مش ههدى غير لما اسمع كلمه براءه. محكمه الجرنان كل يوم في النازل، ايه نقفله يعني عشان هلال ما بيجيش؟ ما فيش صحفي غيره بيكتب هنا؟ انا عايز اعرف امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ اللي مش ناوي يشتغل ما يجيش. ايه ده في ايه؟ هلال الحمد لله على السلامه يا راجل. والله كنت لسه بقول لهم محدش هيعرف يمشي الجريده دي صح غير هلال. ما انا سمعت كل حاجه. عايزك انت ونوها وزاكي في الارشيف. ايه في ايه؟ كل واحد على مكتبه. يلا يلا. ائتمنوا على المال العام فخانوه، ولهذا اطالب بتوقيع اقصى عقوبه عليهم حتى يكونوا عبره لمن تسول له نفسه ان يفعل مثل ما فعلوه. تؤجل القضيه لجلسه 15/6. محكمه دكتور ما قالكيش هيفوق امتى؟ ما حضرتك لسه سألاه ورد عليكي. ما بيقولش جديد. يبقى لسه، بس ان شاء الله خير. عايز اي اخبار؟ حصلت عن حريق حصل في بيت وزير اسمه بيه نون ومراته اسمها ألف فيه. الكلام ده كان في 2009. يا عالمي احنا مش هنطلع من هنا غير لما نلاقي اللي انت عايزه. استاذ هلال ده انا فرحانه قوي ان حضرتك رجعت تشتغل تاني. ايوه كده بقى، ارجع زي زمان يا هلال وانا هساعدك في اي حاجه تطلبها مني. لا شيء. ائتمنوا على المال العام فخانوه، ولهذا اطالب بتوقيع اقصى عقوبه عليهم حتى يكونوا عبره لمن تسول له نفسه ان يفعل مثل ما فعلوه. تؤجل القضية لجلسة 15/6. محكمة دكتور ما قالكيش هيفوق امتى؟ ما حضرتك لسه سألاه ورد عليكي. ما بيقولش جديد. يبقى لسه، بس ان شاء الله خير. عايز اي اخبار؟ حصلت عن حريق حصل في بيت وزير اسمه بيه نون ومراته اسمها ألف فيه. الكلام ده كان في 2009. يا عالمي احنا مش هنطلع من هنا غير لما نلاقي اللي انت عايزه. استاذ هلال ده انا فرحانه قوي ان حضرتك رجعت تشتغل تاني. ايوه كده بقى، ارجع زي زمان يا هلال وانا هساعدك في اي حاجه تطلبها مني. لا شيء. يعني واحد عايز يقتل مراته يقوم يحرقها؟ يعني انت اللي مضايقك طريقه القتل بس؟ اصلها يعني حاجه غريبه قوي، ده قلبه ميت. بس مين اللي ليه مصلحه يبعت لك الورق ده؟ ليه؟ مش جايز يكون ملعوب بيتلعب عليك؟ وده اللي خلاني اطلب من نهى وزكي يدوروا لي على الخبر ده. العجيبه بقى ان الورق ده مكتوب بخط مريم. طب حتى لو طلع الكلام اللي مكتوب في الورق ده صح، انت هتقدر تثبته على الوزير ازاي؟ اذا كنت انت ما تعرفش الوزير اصلا. امال احنا رايحين للدكتور مصطفى مهرون ليه؟ ممكن يكون عارف حاجه. هو كان اقرب واحد ليها.
السلام عليكم. وعليكم السلام، خير يا باشا؟ احنا داخلين للدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى سافر من يجي اسبوعين كده يا بيه. سافر راح فين؟ راح لولاده برا مصر يا باشا. طب ما تعرفش هيرجع امتى؟ علم علمك والله، بس هو خد حاجته كلها، شكله كده هيطول هناك. طب يا حاج احنا متشكرين. العفو يا باشا. بينا يا هلال نروح على الجرنان بقى. لا وصلنا انا للبيت، وانت روح على الجرنان، ولو نهى وصلت لاي حاجه خليها تجيلي. ماشي. يلا. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على وقفتك معايا. انا عارفه ان الورق ده كان هياخد وقت اكتر من كده عشان يطلع. يا نوران انت زي نوع بنت بالظبط. المهم خد بالك من شغلك، واوعدك ان اول ما هلال هيرجع الشغل هيساعدك جدا. ما هو راح النهارده. انت بتتكلم جد؟ اه والله، صحيت الصبح النهارده لقيته رايح الجرنان وكان متحمس جدا. هو ده هلال. اكيد الشغل وحشه. انا عمري ما هنسى له اللي عمله معايا. انا مش مصدقه ان انا بطلت اللي كنت باخده ده، ودلوقتي بشتغل في مكان محترم. انا بقيت بني ادمه بجد على ايده. الحمد لله يا بنتي. هو ده هلال على فكره. مفيش حد وقف جنبه الا لما ساعده. انا شخصيا ما انسالوش ابدا وقفته جنبي وساعدني ان علاقتي بنقطه ترجع ممتازه واكتر من ممتازه كمان. صدقيني هي دي كانت اكتر حاجه كنت اتمناها في حياتي. صباح الفل عالمي. انت ايه اللي جابك؟ انا قلت انا عايز نوها بس. انت وحشتنا بس الشويه دول، قلت اجي يعني يمكن تكون عاوزني في حاجه. لا انا مش عايزك في حاجه. يزيد فضلك عالمي. ما عندوش دم، وهو عارف انه ما عندوش دم ومبسوط قوي كده. اتفضلي. بص كده يا استاذ، الخبر ده تعرض منزل الوزير بسيوني ناصر لحريق كبير أودى بوفاة زوجته الفنانة ابتسام فهمي مختنقة في غرفة نومها، والتهمت النيران المنزل كاملا. ومن ناحية أخرى، خرج بسيوني من المستشفى بعد تعرضه لصدمة عصبية بعد سماع خبر وفاة زوجته حزنا عليها. وأفادت قوات الدفاع المدني والمباحث أن سبب الحريق هو ماس كهربائي. ماس كهربائي. ثانية واحدة، قلتلي اسم مراته إيه؟ ابتسام فهمي. ألف فين؟ ابتسام فهمي دي الممثلة؟ يا عالمي هي. الغريبة ان كل الاخبار اللي لقيتها عن الوزير عبارة عن انجازاته في الوزارة وحزنه على مراته، كلها اخبار يعني بتقول ان هو راجل عظيم. طيب ما لقيتيش حاجة عن جوزها الاولاني؟ ابتسام فهمي كانت متجوزة قبل الوزير راجل اسمه سامح زايد. سامح زايد مش ده مخرج؟ بس ده ما عملش افلام من زمان. ازاي ده مخرج كبير؟ قاعد في بيتهم بقاله كتير، بس كان طلع في برنامج قريب وكان قاعد يعيط وبيقول انه ما بيشتغلش. طب انا عايز عنوان، وانا هكلم رؤوف يعرف لي مين اللي كان الحارس الخاص بتاع الوزير. ايوه يا استاذ هلال، انا جبت لحضرتك عنوان سامح زايد. ايه بقى؟ هو انت على طول ساكتة كده؟ مفيش أي لوك مفيش أي حاجة؟ ايه في ايه؟ ولا ده العادي بتاعك؟ على فكرة لو متضايق من وجودي أنا ممكن أطلع بره. لا لا والله أصل انتي قاعدة معايا. بقولك احنا عايزين نبقى صحاب، ده لو انتي طبعاً عايزة يعني نقعد نحكي مع بعض كده شوية جيرلز توك، ننم كلام بنات. هو في فرق ما بين كلام بنات وكلام ولاد؟ اوه طبعاً، انتي مش عايشة ولا ايه؟ كلام بنات يعني ننم عندي شوية، تحكي لي عندها شوية كده يعني. انتي شو زبطة مع حد؟ سكتني تاني. اصل بصراحة اي حاجة اقولها لك هنبين ان انا عبيطة يعني. اوبا. لا ده انت شكلك وراكي بلاوي بقى. لا ده انت تحكي لي بقى. تحكي لي. انا هنا عشانك يا استاذ سامح، ساعدني يمكن اقدر ارجع لك حقك. ده انت مخرج كبير. كنت ده انا نسيت ان انا مخرج اصلا، مع ان افلامك كلها ناجحه وليها قيمه. محدش بقى يطلبني في شغل خالص دلوقتي، بقيت موضه قديمه. شفت سهله ازاي؟ هو ده السبب؟
ولا السبب انك انت كنت متجوز ابتسام؟ انا عارف انك انت طلعتها غصب عنك. الله يرحمها، كانت احسن حاجه في حياتي، فضلت جنبي لغايه ما وقفت على رجلي ونجحنا سوا، بس ما كملناش. طلب مني اطلقها عشان عجبت واحد من الكبار، ولا اللي كنت فاكر ده بيحصل في السينما وبس؟ قالوا لي طلقها ونادي لك اللي انت عايزه. طلقتها؟ لا طبعا ما طلقتهاش. وبعدين الكوارث بقى نزلت على دماغي من فوق، اخر فيلم اخرجته كان من انتاجي قعد مرمي في العلب سنين طويله، وخسرت كل فلوسي. ولما كان يجي لي شغل تاني بعدها، تاني يوم يجي لي تليفون يقول لي خلاص يا استاذ جبنا مخرج غيرك. كل ده وما طلقتهاش؟ ما طلقتهاش لحد ما لفقوا لي قضية وجالي وعد هددني إن مش هغلو منها إلا لو طلقت. ساعتها بس طلقت. وهي كان موقفها إيه؟ لا حول ليها ولا قوة. هددوها إنها مش هتشتغل وهتقعد في البيت. إذا كان أنا الراجل ما عرفتش أعمل حاجة، يبقى هي تقدر تعمل حاجة. العكس وقلة الحيلة أصعب إحساس ممكن يواجهه بني آدم في حياته. ودخلت في نوبة اكتئاب وسافرت البلد في الشرقية لحد الثورة ما قامت. حسيت إن ربنا ساعتها جاب لي حقي. كنت مفروض تتكلم وتقول على حصل. أتكلم أقول إيه وأتكلم مع مين؟ إذا كانت البلد بتاعتهم هو ينفع إن أنا أشتكي الظالم للظالم؟ البلد مش بتاعتهم يا سامح، البلد بتاعتنا إحنا. لما يبقوا محتكرين السوق أرض وإعلام وفلوس وسلطة يبقى بتاعتهم، بس الحمد لله الثورة قلبت الترابيزة عليهم. يبقى مش بتاعتهم يا سامح. يا رب يا رب شفيهولي يا رب يا رب. إذا كنت بتعاقبني هو ملوش ذنب، عاقبني أنا. اللهم إني أسألك الشفاء العاجل يا حبيبي يا ابني. مفيش أخبار؟ لا مفيش. تعبت يا مامي خلاص، أنا خلاص مش قادرة. إن شاء الله هيفوق وهيرجع أحسن من الأول كمان. يا رب يا مامي. ربنا كبير. وانت وصلت مع سامح ده ليه؟ قال لي ان بسوني ده ورا ناس تانيه رباطيه عايزين يتحكموا فينا وفي مستقبلنا وفي عيشتنا وفي اكلنا، حتى راينا مش هنعرف نقوله. استاذ هلال، حضرتك عارف ابراهيم رشدي الصحفي؟ اه اعرفه من ايام ما كان صحفي صغير، كان تلميذنا ودراز. يوه ده حاله دلوقتي اتقلب على الاخر، بعد ما كان بيقدم برنامج بيفضح فيه الفساد ويتكلم في السياسه، دلوقتي عامل برنامج اسمه اهل الشهره بيستضيف فيه فنانين ولاعيبه كوره. انا لقيت اخبار عنه تخص اللي احنا بندور عليه، كان عامل حلقات كتير في برنامجه القديم عن الاحتكار اللي حصل في الاقتصاد المصري، ولقيت حلقه منهم بيتكلم عن قتل ابتسام فهمي وبيقول ان الحادث ده مدبر مش عادي. حلو قوي، حاولي توصلي له قولي له ان انا عايز اقابله. ها ده ممكن يوصلنا لحاجات كتير. ده بابا، ثانيه هرد. ايوه يا بابا. اه انا معاهم. طيب حاضر حاضر. بابا عايز يقول حاجه. في برنامج دلوقتي شغال بيتكلم عن مريم رياض واسباب انتحارها، اتفرجوا عليه بسرعه على قناه سي بي سي. افتح التلفزيون يا دراز. طبعا مسؤوليه كبيره لما فنانه زي مريم رياض تكلمني علشان اصيغلها من مذكرتها. بس استاذ لطفي، يعني حضرتك كنت قريب من مريم رياض في اواخر ايامها، تفتكر تقييمك ايه؟ هي انتحرت ولا اتقتلت؟ الحقيقه اللي انا شفته في ايامها الاخيره يخليني متاكد انها انتحرت. متاكد انها انتحرت؟
يعني مفيش ولا حاجة من كلام المشككين اللي بيقولوا إنها قد تكون قتلت، مفيش ولا حاجة من دي ولا نسبة بتخليك تشك إنها يمكن تكون اتقتلت؟ لا الحقيقة أصلي حالتها النفسية في أواخر أيامها يعني كانت سيئة جداً، وده بسبب بعد الكاميرات عنها، محدش من المنتجين بيتصل بيها، شكلها كان اتغير بسبب المرض وكبر السن. بس معلش يا استاذ لطفي، يعني كتير من النجمات مروا باحوال متشابهه، دي سنه الحياه، الاضواء بتنحسر والنجوميه بتغيب، لكن مش لازم الموضوع يصل لمرحله الانتحار يعني. صح، لكن هي اصلها يا استاذ لطفي، استاذ لطفي لو سمحت، هل انت مصر، حضرتك مصر ان مريم رياض انتحرت ولم تقتل؟ ايوه متاكد، متاكد انها انتحرت. بيؤكد لنا هنا النهاردة وعلى الهوى وعلى عهدته إن الفنانة مريم رياض انتحرت ولم تقتل. وخليني أتنقل بقى معاك لمذكرتها. أنا بعتذر جداً وبعتذر للسادة المشاهدين، مش معقول أقول الكلام دوت، دي أسرار مهنة، أنا آسف جداً. أسرار إيه يا فندم؟ أسرار إيه يا أستاذ لطفي؟ مريم رياض الله يرحمها يعني ملتك مذكراتها عشان تنشرها، مش عشان تخليها في بيتكو، ومن حق الجمهور إن يعرف محتوى هذه المذكرات، خاصة إنها كأنها أصبحت رأي عام، قضية موتها بقت رأي عام. لكن صعبة الأسرار دي توفت، وأنا أؤكد لك وأؤكد للسادة المشاهدين إن المذكرات دي، مضمون مذكراتها دي، مفيش أي حاجة تفيد القضية، قضية موتها، أقصد قضية انتحارها. مش هقول حاجة تاني بعد كده. إذن الإعلامي لطفي الهلباوي ما زال مصر برضو إن مريم رياض انتحرت ولم تقتل، وحننهي الحوار هنا، مش عشان الإجابات كلها تم أو الأسئلة كلها تم الإجابة عنها، ولا علشان المعلومات اكتملت، لكن لأن الضيف قرر إنه مش هيقول أي حاجة تانية. شكراً أستاذ لطفي الهلباوي، وما زال تحقيقنا مستمر، ولكن بعد الفصل. لطفي الهلباوي ده كذاب، ازاي مريم تطلب مني وكتب لها مذكراتها وطلع يؤكد انتحارها؟ واهلا بيكم مره تانية في هنا العاصمه، وتحقيقنا في خفايا واسرار لغز موت الفنانه الراحله مريم رياض ما زال مستمرا. معنا دلوقتي الدكتور مصطفى مهران، الطبيب النفسي المعالج لمريم رياض. لكن خلوني اقول لكم بس قبل ما نبدا هذا الحوار، اننا هنا في هذه القضيه بنبحث قضية تتعلق بالمصلحة العامة، هذا الحوار ليس بغرض الإثارة ولا النميمة ولا الخوض في أسرار الفنانة الراحلة اللي كانت بتبوح بها لطبيبها النفسي. هدفنا من هذا التحقيق هو البحث عن حقيقة قضية أصبحت قضية رأي عام. دكتور مصطفى مهران أهلا بك. أهلا بيك يا فندم. يعني في ناس لسه كتير جدا مش مقتنعة بحكاية المرض النفسي، متخيلين انه اي حد بيروح لطبيب نفسي لازم يكون مجنون. ومين قال لحضرتك انهم ما بيروحوش؟ هم ما بيقولوش انهم بيروحوا. النهارده عيادات الطب النفسي بقت فيها مرضى اكتر من العيادات التانية. المرض النفسي مش عيب، العيب بقى اننا نتجاهله لحد ما يكبر ويفوت اوان علاجه. صحيح دكتور، خليني اسالك بشكل مباشر، هل كانت مريم رياض بتعاني من مرض نفسي؟ الحقيقة مريم رياض كانت بتعاني من العديد من المشاكل النفسية. برغم كل النجاح والشهرة وحب الناس، ازاي يعني؟ النجاح ده كان من بره بس، لكن حياة مريم رياض الفعلية كانت صعبة جدا، خصوصا في السنين الأخيرة قبل وفاتها. أنا عارفة إنه في قواعد كتيرة بتحكم قدرتك انك تفصح عن معلومات عن المريضة النفسية بتاعت حضرتك، لكن في حدود هذه القواعد ايه اللي ممكن تقوله لنا وتشرح لنا عن حالة مريم رياض؟ كانت عندها ايه؟ ايه المرض اللي كانت بتعاني منه؟ حالتها كانت ايه؟ الاكتئاب. مريم رياض كانت نجمة، الجمهور كله كان بيحبها، الكاميرات والاضواء كانت قريبة منها طول الوقت، مفاجأة ومرة واحدة يختفي كل ده، طبيعي انها تدخل في حالة اكتئاب. بس يعني حالة اكتئاب توصل لدرجة الانتحار؟ حضرتك لسه قايل في بداية كلامك انه ناس كتيرة عايشة بالمرض النفسي، ماشيين حياتهم كلها بيها، توصل لمرحلة الانتحار؟ عندك حق، هو مش الاكتئاب بس، ده بالإضافة لمرضها ومشاكل عائلية حصلت لها أثرت عليها وولدت عندها ميول انتحارية.
والميول دي اتحققت فعلا؟ للأسف. يعني انتحرت؟ أصعب حاجة ممكن تقابل المريض النفسي استهتار الناس بمرضه. يعني البيت طلع مش مسافر ولا حاجة. ده بيقول إن مريم انتحرت. أنا لما رحت له قال لي ما انتحرتش ولا حاجة. أنا اللي بقيت مش فاهم حاجة خالص. طب ليه الدكتور ده بيكذب؟ نوها كلمي لي أبوكي خليه يوصلني بأي حد في البرنامج ده، عايز ألحق مصطفى قبل ما يتحرك من هناك. حاضر يا أستاذ. اهلا يا سياده اللواء. اهلا بك يا شادي. ازي حضرتك؟ عايزك من فضلك توصلني لمصطفى مهران الضيف اللي كان عندك هنا من شويه. بس ده مش يا استاذ والله. مش ازاي؟ طب معاك عنوانه؟ لا للاسف معيش عنوانه والله. ازاي ما تعرفش عنوانه؟ هو مش كان ضيف عندك في الحلقه وعربيه الانتاج بتروح تجيبه وتوديه؟ يا سياده اللواء خطه البرنامج جايه من اداره القناه وفريق الاعداد ما عرفش اي حاجه عن الحلقه دي بالذات، والاستاذ مصطفى مشي بعد الحلقه على طول ورفض ان الانتاج يوصله. طب انا هبلغ رؤوف يتصرف، ومدام مصطفى موجود في مصر هيعرف يجيب. يلا بينا. يلا سياده اللواء. نعم. يعني لو ما وراكش حاجه دلوقتي انا عندي حلقه كمان 5 دقايق، والضيف اللي كان هيجي فيها حصلت له مشكله واعتذر. لا متاسف ورايا مشوار مهم. يلا بينا. لو علي انا عادي، يعني انا ممكن اتصرف. طيب وظروف الانتاج ايه؟ لا تمام، الظرف هيوصل حضرتك قبل الهوا. طيب معلش يا هلال انا مضطر اقعد لانهم بيحتاجوا الخبير استراتيجي. خبير استراتيجي؟ خبير استراتيجي. قالوا لي منظور، هو الخبير الاستراتيجي ده بيبقى خريج ايه؟ انا بقول كده برضه. كله تمام يا رؤوف باشا، قبضنا على المراقب. تمام يا فندم. ايوه يا رؤوف، اجيلك دلوقتي؟ طيب. برضه هلال ما بيردش. طب هو بعدين؟ لا انا كده ابتديت اقلق بجد. هي نورهان لسه ما جاتش؟ لا لسه، وكلمتها برضه ما بتردش. الله، هي ايه الحكايه؟ محدش فيهم بيرد على التليفونات، امال الموبايلات دي اخترعوها ليه يعني؟ طب ما احنا نروح نطب عليهم ونشوف في ايه. ده جبت التايه يا زكي. احسن يكونوا اتخطفوا. فلا الله ولا فالك يا اخي، هو احنا ناقصين؟ بيتنا ليك مش من دلوقتي بس، ده من ايام قضيه شهاب حامد. طول عمرك بتحب شغلك. الواد اللي كان بيراقبني ما قالش حاجه؟
رؤوف لسه بيحقق معاه. المهم انت ما وصلتش لحاجة جديدة؟ والله ظهور مصطفى مهران في البرنامج أكد لي على حاجات كتير لازم نلاقيه. احنا مساكتين، وزعنا نشرات على المطارات والموانئ، ولو فكر يخرج بره مصر هيتجاب. مصطفى عنده أجوبة لكل الأسئلة اللي في دماغي. شوف يا هلال، طالما ما خرجش بره مصر يبقى هيتجاب. أيوة نهى. ألو أستاذ هلال، أنا وصلت للمذيع إبراهيم رشدي. كويس. أهلا يا نورهان، خير يا حبيبتي؟ أنا آسفة إن أنا جيت لحضرتك من غير ميعاد يا أستاذ منظور، بس أنا كنت عايزاك تساعدني إن أنا أقابل يسري الدكروري. حاضر حبيبتي، أنا هعمل تليفون لو وافقوا ونروح نقابله سوا. لا لا. إيه؟ آسفة بس أنا كنت عايزة أقابله لوحدي. حاضر يا حبيبتي، تحت أمرك. نورهان. نورهان مين وعايزة ايه؟ بنتك انت ومريم، مريم رياض. انتي مجنونة ولا شارب حاجة؟ دي الحقيقة اللي خبيتها عنك مريم. ايه الفيلم الأجنبي اللي جاية تحكيه ده؟ روحي يا شاطرة تلزقي في حد تاني غيري. على فكرة أنا مش جاية عشان أخد منك قرشي. يعني انتي مستنية بقى إن أنا أخدك بالحضن مش كده؟ يعني المفروض أي واحدة من الشارع تيجي تقولي أنا بنتك أصدقها. أنا كنت جاية على أمل إني ألاقي حاجة صغيرة الأستاذ هلال كامل حسسني بيها، الراجل اللي عرفني بجد يعني إيه حنية أب في الوقت اللي أبويا الحقيقي بيتبرى مني. هلال كامل، ودي بقى لعبة جديدة بعدك تلعبيها عليا. روحي يا شاطرة بلغيه إن أنا مهما عدت السنين هخرج وهدفعه تمن اللي عمله ده غالي أوي. وديني على الزنزانة يا ابني. أمال برنامج حضرتك اتوقف ليه زمان؟ بسبب قضية ابتسام فهمي. صح؟ أستاذ هلال، وجودك في مكتبي شرف كبير ليا، بس يا ريت ما نتكلمش في حاجات قديمة ممكن تضرنا كلنا. ممكن تضرك أنت. أنا لسه هتضر. وأنا برضو بتاع برامج مسابقات عن الفن والفنانين. أنا كنت زيك بالظبط، بتكلم عن الشوارع والناس ومشاكلهم. دلوقتي بتكلم عن الفن والكورة، وعندي استعداد اتكلم عن الطبيخ كمان. اهم حاجه ان اعيش. ومبسوط يا ابراهيم؟ الحمد لله. اهم حاجه ان ما بعتش مبادئي. يعني انت دلوقتي ما بتبيعش مبادئك؟ كانوا عايزيني امشي على هواهم وانا رفضت، عشان كده قلت اتكلم عن اي حاجه ما فيهاش معارضه. انا مش جاي اضرك على فكره، انا محتاج لك بس في معلومه ممكن تفيدني في الحادثه بتاعت ابتسام فهمي. اوعدك انك هتبقى بعيد عن الصوره. ابتسام فهمي عملت محضر في جوزها الوزير، وكانت طالبة الطلاق. والمحضر ده تسجل؟ المحضر ده اختفى بعد وفاتها على طول. طيب انت فاكر الحلقات اللي كنت بتعملها في البرنامج بتاعك القديم عن الاحتكار اللي بيحصل؟ وانا ممكن انسى الحلقات اللي كانت سبب في قفل برنامجي؟ طيب انت عندك دليل على الكلام اللي قلته وقتها؟ كان معايا ورق بالمعلومات اللي وصلت لها، بس اول ما حسيت ان الورق ده فيه خطر عليا اتخلصت منه. طب ممكن حضرتك تقولي ايه هي المعلومات دي وانا احاول اوصل لحاجه تثبتها؟ في سنه 2007 في حاجه غريبه كانت بتحصل. اربع شركات من اهم شركات الحديد في البلد اتباعت من اصحابها لاسباب مش واضحه. مره يقولوا شركه فلست، شركه تانية اتعمل فيها تقرير خاص بسلامه العاملين وصاحبها اتسجن. الشركتين التانيين بقى نفس المصير. واللي بيعمل كده بيستفيد ايه؟ لما يسيطر على اهم الشركات في البلد يقدر يتحكم في سعر السلعه ويتحكموا في اقتصاد البلد. المشكلة بقى أستاذ هلال إن اللي كانوا بيشتروا الشركات دي مالهمش أي علاقة بمجال الشركات، لا من قريب ولا من بعيد. فاكر راجل اللي اسمه محمد عبد المجيد؟ ده المحبوس في قضية كسب غير مشروع. هو ده.
ده بقى كان فاترينا كبيره قوي ليهم. ده معهوش يشتري اوضه في شركه من الشركات دي. وضحوا بيه ورموه في السجن. استاذ هلال انا اسف، كان نفسي اساعدك بس للاسف انا معيش اي دليل ضد الناس دي. بعدين انا ما صدقت سابوني بقى ونسيوني، بقى ليا برنامجي والكاميرات عرفت طريقي. انا اسف. عندك ولاد يا ابراهيم؟ ايوه عندي. ربنا يخليك ليهم. علمت طول عمري باليوم اللي يبقى لي فيه أب وأم. لما جه اليوم ده طلعش حلم، طلع كابوس. ايوه زكي. انت فين يا نورهان؟ انا عايز اشوفك. ابو مصعب السن اتنين. بقولك اه ابو مصعب، هو انا كنت عايز اعرف يعني انتوا ليه كارهابيين يعني وسطيين ليه بتسموا نفسكم دايما ابو حاجه يعني ابو مشعل ابو مصعب ابو رامي؟ ايه الفكره يعني؟ مش فاهم، مع ان انتوا بتتولدوا عادي مش ابو حد خالص. فشت ليه كده؟ انا بهزر معاك، ما فيش حاجه يعني. تشرب حاجه؟ خيرك سابق. انت بتعتبر ان قبضنا عليك يعني خير؟ ها، تصدق ان انت راجل محترم؟ اصدق طبعا، انا فعلا محترم. طبعا انت لو ما اقنعتش نفسك بكده يا ابو مصعب انت مش هتعرف تعيش. الحرامي مثلا وهو بيسرق بيدعي ان ربنا يسترها معاه، مع انه حرامي، ده مش غريب عليك يعني. بس انا مش حرامي. مين اللي بيساعدك في مصر يا ابو مصعب؟ انت مش شغال لوحدك يا ابو مصعب. مين؟ محدش بيساعدني. وريح نفسك يا باشا. هو 25 على 2 يساوي كام؟ 12 ونص. صح، انت كنت علم رياضه صح؟ بهزر معاك. طب ال 25 سنه دول ليه ناخدهم كلهم اذا كان ممكن نقسمهم على اتنين؟ ده يعني بفرض ان احنا فلتنا من حبل المشنقه، ودي انا ممكن اضمنها لك. انا قلت لحضرتك ما اعرفش حاجه. اقسم لك بالله العظيم لو حد غيري حقق معاك ما هضمن لك ايه اللي ممكن يحصل فيك. لاخر مره اسالك، مين اللي بيساعدك جوه مصر؟ انت ما تسيبش عقلك يفكر، ما تسيبش عقلك يفكر، هيوديك في داهية عقلك ده. مين اللي بيساعدك في مصر؟ مين؟ بسيوني ناصر. الوزير؟ معالي الوزير السابق؟ خفت يا ابو مصعب.
بص يا استاذ، في اخبار اهو عن بيع الشركات اللي قالنا عليها ابراهيم رشدي. اهو ابراهيم رشدي يفضح احتكار الكبار لمصانع السلع الاساسيه. وفي خبر تاني اهو، محمد عبد المجيد يستحوذ على اكبر مصنع حديد في الشرق الاوسط بعد افلاس صاحبه. ما ده محمد اللي قالنا عليه ابراهيم رشدي. ما هو لما واحد يظهر فجاه ويتلمع واسمه اتحط على شركه واتنين، اكيد في حاجه غلط. وكل في الاخر على حساب الغلابه. طب بصوا الخبر ده، البورصه بيزنس جديد لرجال الاعمال. طيب اتبعوا لي الاخبار دي ونزلوا لي اي معلومات تانيه توصل. خير معليك. شهاب حامد اتكلم، قال ان بيموله دوله من الخارج، وان في شخصيه مهمه سياسيه من مصر كانت بتدعمه. بسيوني ناصر. لحقت تعرف؟ لان ده نفس الاسم اللي اعترف بيه ابو مصعب. غريبه كده. ما بقتش غريبه يا فندم، كده بقت مترتبه. رؤوف اشتغل على المعلومات اللي وصلتك، بسيوني ناصر يجي ويتحقق معاه النهارده حسب الاعترافات اللي عندنا. اللي تشوفه سعادتك. صوري وانا ما شفتش يوم حلو في حياتي، شفت غير الذل والبهدله. لما كبرت شويه ما بقتش فاهمه اي حاجه خالص. انا بنت يتيمه ولا بنت حرام ولا ايه بالظبط؟ كنت دايما لما بشوف اي بنت ماسكه ايد مامتها كنت بسال انا ليه مش زيها. عمري ما حسيت بحنيه اب او اخ ولا حتى اخت. ما حسيتش بطعم الحياه بجد غير وانا في بيت الاستاذ هلال. ما بحسدك اصلا ان انت عايشه معاه في بيت واحد، بس انا بغير برضه، خلي بالك. دخلني بيته واعتبرني زي بنته، وهو السبب في ان انا بطل الزفت اللي كنت باخده ده. على فكره لو هو ما كانش خلاك تبطلي كنت انا خليتك تبطلي. انا مش قليل برضه، هما كده دايما يقولوا لي الله عليك يا زومي عالمي. انت طيبه قوي على فكره. يمكن بس تايهه، حتى بعد ما حياتي استقرت شويه برضه تايهه. طب ما ايه رايك نتوه سوا؟ النبي يا زكي بطل هزارك ده. على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. انا بحبك وعايز اتجوزك. انا عارف ان انا ممكن اكون فاجئتك يعني، بس هو انا كده ما بعرفش ازوق الكلام اللي بقوله. وشايف ان الراجل اللي بجد لما يحب واحده لازم يروح يقول لها ويبين لها ان هو قد المسؤوليه. وديني بينت اهو. الله عليك يا زوم عالمي. وصلنا المكان مصطفى مهران يا فندم. يا هلال بيه، احنا عرفنا مكان مصطفى مهران. عندك انت يا دكتور الشنطه تقيله عليك. لا ما يصحش، ما يصحش يا استاذ هلال، انا اللي هشيلها. لا 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 لا، انا حالف. هتوقع لي حلفاري ولا ايه؟ ايه ده، إيه انت حلفت؟ مش عارف، انا حاسس كده ان انا حلفت. عايز مني ايه يا هلال؟ سيبني في حالي، انا ما اعرفش حاجه. طب ما دام ما تعرفش حاجه طلعت تكذب ليه في البرنامج؟ ما تخافش يا دكتور، احنا معاك، ما حدش يقدر يهددك. قدروا خلاص. شفت؟ عشان ما جالناش من الاول. طب احنا هنفضل واقفين كده مش هنشرب حاجه؟ ايوه يا هلال، انا اللي بعت لك المذكرات لما قريت مقالك الاخير وعرفت انك بتدور على قاتل مريم. انت جبت المذكرات دي منين؟ انت ما قلتليش ان معاك نسخه. انا حكيت لك قبل كده يا هلال ان مريم كتبت المذكرات دي كعلاج نفسي ليها وتفريغ لكل اللي جواها، وسابت لي نسخه بكل اللي كتبته. ده كان قبل الاحداث اللي بعتها لك في الجزء الاول. في الوقت ده مريم كانت فاقت واستجابت للعلاج،
وبقت أحسن كتير وبطلت تجيلي. بدأت تعمل حفلات عندها محاولة منها إنها ترجع تاني للأضواء لحد ما حصلت الأحداث الأخيرة ومريم رجعت لي تاني. اللي أنت كاتباه ده لو وقع في إيد أي حد أنت ممكن تروحي في داهية. أنا مش جايلك عشان تخوفني يا مصطفى، أنا ما بقتش بعرف أنام، ابتسام بقت بتظهر لي في كل أحلامي وبتستنجد بيا، ده غير ضغوطهم عليا عشان أشتغل معاهم. وما كانش في إيدي أي حاجة أعملها. مريم بعد كده تعبت وصرفت على علاجها كل اللي معاها، بس الدكاترة نصحوها إنها لازم تسافر برا لأن علاج حالتها جوه مصر ما منوش أي فايدة. طبعاً المسؤولين رفضوا سفرها على حساب الدولة. في الوقت ده أنا كنت في إنجلترا، جالي عرض بالتدريس في جامعة هناك. مريم بقى كانت خلاص ما بقاش فارق معها أي حاجة، خوفها ورعبها إنها تموت على إيديهم راح بعد مرضها اللي كان ممكن يقضي عليها لو ما تعالجتش. يعني هي فعلاً كانت ناوية تنشر مذكراتها. أيوه، قررت إنها تفضحهم، ما بقاش عندها حاجة تبكي عليها. اتفقت مع صديق ليها اسمه لطفي الهلباوي إنه يصغلها المذكرات دي، وحكيت له على كل حاجة بالتفصيل. بعدها لطفي الهلباوي راح للبشوات وبلغهم بكل اللي قالته مريم. ساعتها اقتحموا الشقة عشان يدوروا على المذكرات. أيوه، بس النسخة الوحيدة اللي كتبتها مريم بخط إيديها كانت معايا أنا. جالها تهديدات من بسيوني إنها لازم تسكت يتحصل صاحبتها. يبقى ده الوقت اللي مريم راحت فيه الفندق. بالظبط، اضطرت تهرب لهناك واتصلت بيا وانا في انجلترا. ايوه يا مصطفى، انا كتبت المذكرات بنفس طريقه روايه عوالم خفيه، انت الوحيد اللي هتقدر تحل الالغاز وتوصل للادله لانك قريت الروايه. انا هشيل المذكرات في خزنه الفندق، هتيجي هتقول لهم اسمك هيدوك المذكرات. اسمعني يا مصطفى أرجوك، مفيش وقت، لو حصل لي أي حاجة طلع المذكرات وافضحهم كلهم، ما تسيبش حقي. أنت فعلا كنت هتنفذ كلامها وتفضح الناس دي؟ أنا الحقيقة وقتها ما عرفتش أفكر، كل هم إن أنا كنت رايحها وارضيها، بس ما كنتش عارف إنها ممكن توصل لقتلها. نهابها بعد كده استدعتني عشان ياخدوا أخوالي. وقتها بقى جالي بسيوني بنفسه وقال لي اقول ايه بالنص. انت ازاي تبقى عارف المعلومات دي كلها وما تشهدش بيها؟ هددوني بعيالي، انا كنت مراقب ومهدد، لا عارف اعيش ولا عارف اشتغل. لا انا مش قد الناس دي. رحت وشهدت واكدت في التحقيق ان مريم ارتحت علشان ما يأذونيش. بعد كده خدت أسرتي وسافرت على بره مصر لحد ما قررت إن أنا أرجع تاني. قلت خلاص أكيد الموضوع اتنسى، بسيوني كمان كانت شال من منصبه. ولما طلعت في البرنامج وقلت إنها انتحرت كنت تحت تهديد برضه؟ أيوه، بسيوني ناصر ولطفي الهلباوي جولي وهددوني وأجبروني إن أنا أطلع وأقول الكلام ده. يبقى هو تتحرك دلوقتي حالا من الأرض على بسيوني.